ودابا درت الزبده تماك، ندير البطاطا بحال هكا هانتوما. المهم الغداء متناول الجميع عادي. دابا نزيد شويه د الابزار وشويه د الملح. هاني درت لها الابزار والملحه، دابا غادي نزيد لها واحد الكاس ديال الماء. ها هو دابا نغطيها ونخليها تطيب. هاديك انا غطيتها هي كطيب. بدات هي متيطيبو دابا بجوج. هاديك لي قلتلكم الدجاج ديالي هي هادي، هانتوما غادي ندير فيها. وستيكة هما ثلاثة، درت لهم بزار أو الملحة. هاديك مطيشة وبس لي كطيب، غادي نقطع واحد شوية د المعدنوس أو غادي نديرو ليها فوق. وهادشي لي كاين خوتي، خوتي انا درت هنا شويه ديال الزبده. دابا غادي ندير السكر ديالي لهم انا شتي دايره لهم الملح والبزار. البطاطا ديالي ها هي طابت، طفيت عليها. ما طيبش البصله هما طايبين. دابا صافي نخليها يستك يطيب وغادي نتغداو ان شاء الله. خوتي خواتاتي السلام عليكم، كي دايرين لاباس عليكم؟ بغيكم تكونوا على خير وبخير وصحة جيدة يا ربي داخل الوطن وخارج الوطن. بلا ما نطول عليكم فيديو، اليوم غادي نشارك معكم غدا ديالي. غدا عادي جدا وسهل، ما فيش بزاف ديال الصعوبات. هذا ستيك بزاف. دابا نحيد لي هذوك الخبطات اللي يكونوا فيه باش نحطها. جوج مطيشات، ثلاثة ديال البطاطات قطعتهم بحال هكا. البصلة حتى هي قطعتها دواور، أنا غادي نوريها ليكم أو معايا تا لخر الفيديو تشوفو الشكل النهائي ديال الغدا كيفاش جا. البصلة ديالي هي هادي قطعتها، هانتوما كتشوفو كيفاش قطعتها. درت شويه ديال الزيت، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار. هي بانت كتبان لكم طايحه طابت. دابا غادي ديك مطيشه اللي وريتكم غادي نقطعها دواور طرونش وغنزيدها عليها هذه. والبطاطا غنديرها في واحد المقله واحده اخرى بوحدها. غندير شويه ديال الزبده، شويه ديال البزار مليحه، غنخليها حتى هي طيب. وغادي نطيب ستيك حتى هو بالملحه وبزار الزبده. من بعد غادي نجيب هذيك البريكس ديال الدجاج، غادي نقدمها في هذيك البريكس ديال الدجاج.
هادشي اللي كاين خوتي. دابا غادي ندير ديك المطاشه ديالي بحال هكا سهله دغيا تتوجد. تقطعوا بحال هكا وكتحيدوا ليها الزريعه، كديروا لها ما لا والو. عرض الصلاه الاول ملي كطيب كتلقى داك المريالها صافي. البصله وداك المطيش انا درتها في هذه نتوما. يعني درت البطاطا ديال القضيه ندير ستيك الشلايده هي هذه اللي درت معاها. خوتي فاش ساليت هذاك الستيك مع البصله والمطيشه البطاطا دزت حضرت هاد الدجاج. هذا كاين فيه شويه الثومه بزار مليحه شويه ديال الزبده بصله مشل مقطعه طويله شنانف قلت الصوجة هانتم والبطاطا هانتم في الكاجي سميتو تشيكن ادوبو تشيكن ادوبو. اوكي كنقدموه مع الروز هانتم هانتم بعدين دابا نغطيوه غادي نخلوه يطيب شويه ومن بعد نقدموه كيجي اروع ما يكون تشيكن ادوبو. هانتوما يلا ملكة شوف كيجي 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 زوين زوين زوين. اح حرقاتني دابا نخبو البناطا. ولي 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 شوفوا دابا خصني نمسح الأرض ماشي مشكل. يلا بالصحة والراحة متنساونيش من جيمكم منطير.